مرحبا بكم في الجولة الثالثة للاتحاد الثقافي النشاط هذا شهير مدينة. عملت الحد الأول اللي هو المدينة العتيقة، الحد الثاني كيف كيف ما بين نقايش وما بين أماكن معناها ومعالم قديمة. الجولة الثالثة هذه مش تكون خاصة بالمدينة الأوروبية، من سميها قبل يسمى في الأدبيات القديمة لو كارتي فرون، الحي الفرنسي. الحي الفرنسي يبدأ لهنا، عندنا الجانب الصور هم تشوفوا الأشياء في المحاضرة، هذا مسميه باب حر بالقصف الجوي في الحرب العالمية الثانية تنحى. هي المدينة الوحيدة سوسة طوما عندها ثلاثة بيبان فقط وعندها ثلاثة مداخل، الباب اللي كان يفتح على الشرق للبحر تهدم في الحرب العالمية الثانية من قبل الأمريكان والإنجليز بشوفوه. المسار متاعنا في الجولة هذه زوكم تستعدوا مش يكون شوية معناها طويل، مش نبدأ طوى بساحة الشهداء، أراضة الشهداء اللي قام بإحداثها الأستاذ المرحوم أحمد خالد لما مسك بلدية سوسة من 75 إلى 80 تخليدا لأرواح شهداء معركة 22 جانفي 52، فيهم 12 شهيد والتحق بهم شهيد آخر تشوفوهم قائمة اسمية. بعد باش نمشيو توا ما نسميها زي توا شارع الهز للباب الجديد وندخلوا شوي للجاباجي جراندي اللي يسمى البيكولي والاخر جراندي. اذا باش نعملوا دورا بعدها على محطة القطار ونمشيو للميناء، باش نعطيكم بصة على الميناء، نمشيو لرويد دوان هذيا ولا مارين نسميوهم قبل، بعدها باش نمشيو لل لافينيو دو لا دوان هذه اللي ورا الماجازان جينيرال مغادي وندورو باش نعملوا لاكا، بعد لاكا باش نعملوا السي جارسون، بعد نمشيو فوق نطلعوا باش نعملوا القنطرة نشوفوا فكرة من لاكار من خذوه من لوطو وبعد ناخذوه من فوق، وبعد نمشيو بعد الكنيسة كاباجي جراندي وبعد نهبطوا جاردان شرنيكول والروح. هذه هي تولي التينيرات شكون هي دورة كبيرة، لكن شنو كل ما نسميهم احنا التربية تو كيما كنت نحكي مع السيد النائب سي زغمي متفقد عام وفي الوزارة نسميهم أماكن الذاكرة، نسميهم أماكن لي بلاس أو لي ليو دو ميموار، كل مكان عنده ذاكرة. طب تاخذوا مثلا الستاتيو هذه عندها مكانها وعندها جا بورقيبة عام 77 ولا قام بتدشينها رسميا، وبعد تحول 7 نوفمبر تم اقتلاعها ووضعها في المستودع البلدي، وبعد الثورة 2011 مبادرة من سي طاهر بالخوجة سي محمد الصياح تم إعادة معناها نص الليل وسلوى تتذكر، وعملوا لجنة كاملة منهم سي جلال ومجموعة نعم شيبحة ومجموعة أخرى وهبطنا حتى مقال، وجا سي محمد الصياح الله يرحمه في قهوة سامي كان غادي كي قعدنا غادي عملنا صورة جماعية، والمناسبة خذينا الذكرى تاع الاستقلال وقتها في 20 مارس عن قصد معناها بين فاهر من الرمزية. على كل بطبيعة الحال هي كلها أماكن ذاكرة مش نشوفوا تم إزالتها، أماكن ذاكرة كيما نشوفوا طاو في اللاجار في محطة القطار والأماكن اللي كانت مقابلتها كيما الساتون تاع فرانسوا غاليني ولا ليكول مقابلتها ليكول لاجار ليكول دو جين في كانت قبل تتسمى. نشوفوا هذا المعالم الكل، وإذا كان عندكم بطبيعة الحال سؤال بعد العرض تفضلوا في كل وقت. نبدأ بالمعلم الأولاني اللي هو ضريح الشهداء وتمثال الشهداء معركة أخير صباح النور شعبة الترنجة كانت وراء المدينة العتيقة تنقذ الأحداث في الوطن القبلي، وجاءت دورة على سوسة. سوسة شكون كان يرأس الجامعة نتاعها؟ السي جلول بن شريف الصيدلاني، هاي الصيدلية نتاعه من هنا تلموا خرجوا من ليسي الكارسون، خرجوا من المدارس المظاهرات لكل شعب الساحل الكل كان مقسم إلى جامعتين، جامعة الساحل الشمالي مقرها في سوسة، جامعة الساحل الجنوبي مقرها في المنسير.
وتضم حتى المهدي. سي جلول بن شريف خطب فيهم لهنا، كانت كما قلناها الشعارات الوطنية حماة الحماة، الجندرمة أعطاه الإذن باش يضربوه، ضربوه الرصاصة لهنا في كتفه تحت لهنا، سقط اندلعت مك الواجهة هذيك. والكولونيل دوران اللي هو رئيس الحامي نتاع سوس عمل الجير دو فيتنام، وكان إنسان متفتح ومعتدل مشكور حتى في المقالات، اهتزت فرنسا في البرلمان وقت تقتل، عملوا دقيقة صمت وعملوا كما قولها حداد رسمي على اغتياله لهنا. عملية الاغتيال جاء في الافيوني هذه توا محمد الخامس اللي كانت قبل تسمى الافيوني دونك أرمون فاليار بالنسبة لرئيس الجمهورية الفرنساوي، وأحد المناضلين الوردانيين ماهوش بالرصاصة ولا بموس كذا بشطبة نتاع حطب، خاطر كانوا فما نتاع الناشر نتاع الحطب الوردانية عملوه كانوا تحت السور غادي كياخذها واحدة وضربها لهنا. حتى التقرير الرسمي نتاع التشريح نتاعو طلعت عليه ما فيش لا ذكر لا رصاص ولا ينارم بلونش، فيه كيما قولوها ان باتون دونك دو بوا دوليفي محطوطة في الوحدة ما غادي كي. هو طلع الجيت نتاعو يهدي فيهم معناها بور تونكوريزي معناها بور موديري، هما ضربوه. فرنسا كيما قولها جن جنونها، كولونيال برتبة معناها هذيك عمل الحرب، عملت لتا دو سياج وعملت ايقافات وصلت بالمئات، الكل هزوهم للحبس الجديد توا في سوس بالاس. و كيما قلت لكم الشهداء هذول القائمه هاي موجوده لهنا. اول واحد هذايا خرج مع الليسي هو والوالد، هما زوج من سيدي عامر يمشي على البسكله يوميا، الوالد يمشي على الكار نسبين مترفه معناها كيما قولوها، قاعدين في الوحده كانوا فما هذيا سما سماها بلاس بيشون، هذه البلاس هذه كلها مش نشوفوا كان فيها متحف، متحف المينيسيبال في بقعة حشيت تو غادي، مش يتولى من بعد فوشي اللي هو مش يجي مش يتلاه بالاثار ويقري في السيت جارسون، هو بروف دو فرونسي لكن تغرم بالاثار في مدينه سوسه، وعمل تيز سماها في القديم ادريميتو نسبه الى الاسم القديم. المكان بتاعها كان هو ما نسميه الميجي مينيسيبال، وكان ثم كيوسك غادي فيه دو شانسون يبيعوا فيه حويجات للتوريست وكذا. هذه كلها بلاس بيشون كانت مزيانه، مش نوريكم العشيه التصاور نتاعها بالكولور معناها عملوا لها كولورياج معناها سبيسيال. كانوا قاعدين في لي بون غادي كي شدوا قال له ما تمشيش ما تمشيش، وهما مع الاخر يخطب جات في كرتوشه توفى امه ما تكسب، كان هو معناها الاولاد عندها البنات مسكينه دخلت بعضها ولا كيما نقولوها في الظروف الواحد. البقيه مش نلقاوهم من القرى المجاوره فيهم معناها من خنيس، فيهم من قصيف المديوني، فيهم من المقنين، القائمه هذه تشوفوهم. رمضان الحاج مبروك قلت لكم ايليف على جدو 18 وقتها يقرا قبل الباك بعام لا بريمير باكي، حمادي نصر الله، محمد بن مسعود، محمد الحاج علي الهاني، ميلاد بن حسن لينا، ذاهب قصيف المديوني، زاهر بن محمد الطيب، ناجي بن محمد شراده، محمد بن ابراهيم عتاب قصيف المديوني، محمد بن العياري، حسن بن محمد قريسه، اربعه من الوردانيين، الوردانيين وقتها حداد معناها الكل ضربه جابوهم في جثامين خاطر منعوا باش لاسباب امنيه جابوهم بالجيش وباش دفنوهم في مقر الواحد. نفس الشيء بالنسبة لرمضان مبروك، حسن بن محمد قريسة، القاسم بن أحمد خلف الله، ومحمد بن الحبيب بن سيد. هذه تقريبا التحق بهم، واحد كان في سبيطار حشاد.